حاول العرب تطبيق الحل السلمي الذي توصلوا إليه في قمتي الرياض والقاهرة، وقامت اللجنة الرباعية المنبثقة عن القمتين بالاجتماع في بيروت. كانت الغاية تطبيق اتفاق القاهرة الموقع عام 1969 وجمع الأسلحة من مختلف الأطراف، ولكن سرعان ما دب الخلاف. الربط هيدا سياسي كان بدأ من خلاله واضح أنه يصير في خلاف لمعنى تنفيذ اتفاقية القاهرة بين السعودية وسوريا. سوريا بدها تطبق اتفاقية القاهرة بالمعنى القصري الضيق، بحيث حقيقة تمسك بالفلسطينيين، والسعودية تريد تنفيذ اتفاقية القاهرة بالمعنى الواسع المرن، بحيث تترك للفلسطينيين هامش حركة تجاه سوريا. اتخذ قرار شكلي مثل العادة ما تنفسي منه. نحن ظاهرين من قاعة الاجتماعات، بيتقدم مني أحد وزراء خارجية دول الخليج، ما رح سميه، بيخدني بكتفه بيقول لي: يا أخ فؤاد، كل اللي قلته صحيح، نحن نعرف أنه معك حق أنت، بس ظروفنا ما بتسمح لنا أن نعمل شيء كتير مشانكم. بشبه الأمر بشخص واقع على الأرض والأرض فيها عليها صابون متزحط، ما بنتجرأ نختن لمك خوفا من أنه وقع فوقك حرفيا. باتت سوريا اللاعب الأساسي على الساحة اللبنانية. كانت الأمور تسير باتجاه غير ما نرغبه. لماذا؟ دائما وراء الأحداث اللبنانية خلفية عربية. أنا أجزم أن ما تجرى من تطورات وبعد اتفاق القاهرة والرياض نشأت أوهام إقليمية، بما في ذلك عند القيادة في سوريا، بإمكانيات مؤتمر دولي لحل شامل لأزمة الشرق الأوسط، بعدما أثبتت سوريا أنها قد أمسكت بالورقة الفلسطينية واللبنانية من خلال دورها في لبنان. وحذر بشير الجميل من عودة الحرب إذا لم يطبق اتفاق القاهرة. إننا قلقون جدا من أنه إذا لم يتم تطبيق اتفاق القاهرة، وإذا لم ينصع الفدائيون ولم تنصع المقاومة الفلسطينية إلى قوانين وأنظمة الحكومة اللبنانية، فإننا نخشى تجدد القتال، لأننا كلبنانيين لن نقبل أبدا أن نرى بلادنا أو أن نرى قرانا أو أن نرى زوجاتنا بل وكل ما نملك تحت سيطرة الفلسطينيين. إذا لم يحترم اتفاق القاهرة فسوف نكون مضطرين للدفاع عن أنفسنا. عقد قادة الجبهة اللبنانية خلوة أعلنوا في أعقابها ضرورة تحرير الأراضي اللبنانية وتوزيع الفلسطينيين المقيمين في لبنان على الدول العربية. كان كمال جنبلاط يدرك أن الحل قد تم بدونه، وأنه قد يضطر لدفع ثمن معارضته القوية لدمشق وحديثه عن الوجه العلوي للحكم في سوريا. وأنا أعتقد أنه لمن كمال جنبلاط بلش يدخل إلى هذه المعادلة الممنوعة، أي الكلام عن الصراع العلوي السني، أو الصراع أو الكلام عن تحالف علوي ماروني، كان عم بيرتكب ما ممكن أن أعتبره الخطأ الجسيم. عندما توجه يعني الوفود توجهت إلى الرياض، كان لنا وجهة نظر أن توجه دعوة إلى كمال جنبلاط على هامش المؤتمر كي يتم تسوية المواضيع
في الرياض بين الجميع، فما كان أحد يقبل يعني لا كان المصري يتحمل المسؤولية ولا الفلسطيني يتحمل المسؤولية. فشعر كمال جنبلاط أنه خلاص تم استفراده، ومن ثم إجا من يوجه له دعوة إلى استضافته كلاجئ سياسي، فعرف أنه هو صار وحده. قرر، وما كان يردده عندما أجاب لسفير الهند وسفير الجزائر والقائم بالأعمال السوفيتي، أجابهم أني أنا أريد أن أعود وأن أدفن في بلدي، في وطني، في ضيعتي، أنا أعرف مصيري فأنا برجع. وكذا إجا لهون. في 16 من آذار مارس اغتيل زعيم الحركة الوطنية كمال جنبلاط في معقله في جبال الشوف على مقربة من حاجز للجيش السوري المنضوي تحت لواء قوات الردع العربية. كمال جنبلاط رجل عظيم، وعملاق، قتل لأنه عظيم وعملاق. استخدم القتلة سيارة تحمل لوحة أرقام عراقية، ولكن أحدا لم يقتنع بوجود دور عراقي في اغتيال زعيم الحركة الوطنية. كان السؤال المطروح: من قتل كمال جنبلاط؟ سوريا قد لكون لن تحذر كمال جنبلاط، قد، أنا لم أكن مسؤولا لأعرف، لكنها سوريا ليست مسؤولة عن أمن من اتفق مع عرفات على قتل الجنود السوريين. يجب أن تعرف هذه النقطة حساسة جدا لدى الجيش السوري ولدى أجهزة أمنه. قد تكون علمت بأن هناك محاولة اغتياله ولم تحذره، لأن العلاقات قطعت. أما أن تقول أن سوريا أمرت بقتل كمال جنبلاط، هذا غير صحيح. لم تسيره القيادة السورية لظروفها الخاصة، وكانت قالت سوريا آنذاك لكمال جنبلاط: لا نستطيع أن نتخطى حدودا معينة، ستدخل إسرائيل. وقع التناقض، تناقض كبير سياسي. وأتى آنذاك، أذكر للتاريخ أقول هذا، أتى آنذاك جملة من المحرضين من اليسار اللبناني، من الفلسطيني، ومن بعض المشبوهين، نعم بعض المشبوهين الذي كانوا بجانب إلى جانب كمال جنبلاط، وقالوا له: أنك في مواجهتك هذه استمر، ولا بد أن يسقط النظام السوري، لا غير معقول أن تأتي سوريا لبنان لتساعد المسيحيين، اليمين المسيحي ضد المسلمين. هكذا كانت معادلة آنذاك أذكرها، وكأن كمال جنبلاط أمامي في هذا الموقع اليوم. فدخل كمال جنبلاط آنذاك في حديث غير لائق إذا صح التعبير ضد الطائفة العلوية كعلوية. ما لنا والطائفة العلوية؟ هم علويون، نحن دروز، وفي شيعة، في إسماعيلية، هذه خصوصيات ذاتية إسلامية لا علاقة لنا بها. دخل بتحريض من هؤلاء، وأعتقد أن هذا الأمر ربما أدى إلى لاحقا إلى اغتياله من بعض المتطرفين الذين رأوا في كلامه تجريحا بكرامتهم. هذا في بالمعنى العقائدي. بالمعنى السياسي يبدو، بالمعنى السياسي يبدو أنه كان لابد من الخلاص من كمال جنبلاط كعقبة للحل آنذاك، الحل العربي والدولي بعد اتفاق الرياض والقاهرة، أو القاهرة والرياض، لا أملك المعطى. الرياض القاهرة، الرياض القاهرة. فكان لابد من تصفيته. لا نعرف بالتأكيد ما إذا كان السوريون هم الذين قتلوا، ولكن الاعتقاد السائد هو أن جهاز استخبارات سوري قتله، وهذا بالتأكيد كان رأي ابنه وليد. أعتقد أنه إذا كان السوريون هم الذين قتلوه، فإن هذا قد يعود إلى نزعة انتقامية في شخصية حافظ الأسد، فهو لم يكن ينسى أو يغفر أبداً التصرفات التي كان يعتبرها منافية للعقل وموجهة ضده. وعلينا ألا ننسى أن أزمة لبنان
بدءا من عام 76 وصولا إلى عامي 82 و83 شكلت امتحانا عسيرا لسوريا وللأسد شخصيا. لقد رجا كمال جنبلاط وياسر عرفات ألا يتصرفا كما فعلا، واعتقد أنهما يتصرفان برعونة ودون بصيرة، وأنهما لا يدركان ما يقومان به، وإن تصرفاتهما كانت تقوض القضية العربية برمتها، ولذا أعتقد أنه انتقم بطريقة وحشية. ثار الدروز لمقتل زعيمهم، وكان رد الفعل الفوري قتلهم لنحو 200 مسيحي من سكان الشوف. فلتوا الدروز وراحوا يفتشون عن أمر واحد هو الثأر، لا يقدرون أن يثأروا من الكبير أو من قوة كبيرة، فضلوا الثأر من الصغير أي من المسيحيين المتواجدين في منطقتهم. الخلف الوليد رعاه الله وحماه. وارتدى وليد جنبلاط عباءة زعامة الطائفة الدرزية. وبينما هدأت الأوضاع نسبيا في بيروت، انفجر الوضع في الجنوب، فاندلعت معارك بين الفلسطينيين واليمين اللبناني. إلا أن مشاكل الفلسطينيين لم تكن مع اليمين اللبناني وحده، فقد ضاق مسلمو الجنوب اللبناني ذرعا بتصرفات الفدائيين وتجاوزاتهم. بقول هالشيء بحزن، لأنه بالواقع شعب مقهور، ولكن إذا أقدم على قهر شعب تاني غير مسؤول عن مصيبته بيكون عمل كويس. يعني في الحقيقة كانت تجاوزات جزء مكون من الوجود الفلسطيني، هي 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 بذاته هي غير منسجم غير منظمة، والوحدات النظامية للفلسطينيين غير منظمة، فكيف بالأحرى الميليشيا والقوى الملتحقة بالفلسطينيين والمرتزقة مع الفلسطينيين. ثم أن السد لم يقم سدا في وجهها، وهنا قصور الحركة الوطنية اللبنانية في عدم مواجهتها منذ البداية لهذه التجاوزات بموقف حازم وحاسم وفعال. ثم ثالثا لكون يمكن العناصر اللبنانية الملتحقة بالمقاومة الفلسطينية كانت أكثر سوءا من العناصر الفلسطينية، لكونها تحتمي بالبطاقة الفلسطينية لتمارس ممارسات غير سليمة. بس فلنكن صريحين، هل وحدهم الفلسطينيون تجاوزوا؟ القوى الأخرى النظامية العسكرية التي دخلت إلى لبنان لم تتجاوز؟ هل بقي مكان زارته وحدة عسكرية ما إلا ونهب بأسره بما في ذلك البلاط والتواليت؟ كان الأمل في انتهاء الحرب قد بدأ يتلاشى، وواصل معسكرا الحرب تخريج المقاتلين. دعت دمشق أطراف الحركة الوطنية التي استمرت في معارضة تدخلها للقبول بالحل الذي توصلت إليه القمتان العربيتان. حصل ذلك، فأخبرونا أنهم كانوا في دمشق وأنهم طرحوا يعني وساطة، ورفضت هذه الوساطة، و أنه يمكن أن نقبل إذا ما قمنا بهذه الخطوات، وأن القرار كان متخذا حولنا، ولكنهم هم استطاعوا تأجيله لمدة أسبوع فقط. وقال رفيقنا عمراد ويكاد يبكي من شدة التأثر: يا جورج يا محسن، ما بنقدر أكثر من هيك، لقد أعذر من أنذر. نحن شكرناهم على هذه المصارحة وطلبنا منهم يعني الهدوء لكي نفكر، عندنا مهلة أسبوع، يجب فعلا البحث الجدي بمسؤولية عن مصير الوضع الوطني لبنان ليس كأشخاص. ولكننا كنا ندرك أن هذا المسار خطأ، هذا المسار خاطئ. في ذلك الأسبوع تفاجأ الكل بخبر زيارة السادات للقدس، فتغير كل شيء، سحب الإنذار.
شكلت زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس وبوادر اتفاق كامب ديفيد نقطة محورية في الصراع على أرض لبنان. وأدرك الرئيس سركيس أهمية هذه الزيارة. نظر إلينا الرئيس سركيس وقال: لم يعد لي حل لأزمة لبنان، من اليوم وصاعدا سأبدأ بإدارة الأزمة وليس بحلها. حين ذاك طرأ تبدل على دور القوات السورية في لبنان، فبدلا من أن تتولى تطبيق اتفاق القاهرة وأحياء موجهة للضغط على سوريا.